الربيع السعودية للأغذية هي من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في صناعة المشروبات والأغذية والعصائر والألبان بصفة عامة. هي تأسست عام 1980 برأس مال سعودي 100%، وهي تحتل الآن أكبر حصة سوقية في السوق السعودي من ناحية إنتاج العصائر والمشروبات، وهذه تعتبر أكبر القطاعات اللي احنا نتعامل فيها. وعندنا طبعا منتجات جاهزة للأكل وألبان وحليب وحليب بالنكهات. الحفاظ على النجاح عادة يكون بناء على تطوير، بحيث أنه يكون التطوير عندنا مستمر، سواء كان في سبل التصنيع وطرق التصنيع المستخدمة، بحيث أنه احنا نطبق آخر ما توصل عليه العلم في هذا المجال، بالإضافة من ناحية تطوير منتجات جديدة بما يخدم المستهلكين وحاجاتهم ورغباتهم في السوق اللي احنا نتعامل فيه. وهذا عشان كده احنا دائما عندنا استمرار في إنتاج منتجات جديدة وطرحها في الأسواق بما يتناسب مع رغبات المستهلكين، سواء كانت فئات عمرية كبيرة أو متوسطة أو صغار، بحيث أنه احنا ننوع المعروض من قبل شركة الربيع لكي نتمكن من أن احنا نلبي جميع المتطلبات عند المستهلكين. والله شركة الربيع في مع بداية العام الجديد ل 2019 قمنا بطرح مجموعة من النكتارات خالية من السكر المضاف، وإحنا نعتبر أول شركة سعودية تقوم بطرح نكتارات وليس عصائر 100% التركيز أو شراب بدون أي سكر مضاف. بالإضافة لذلك قمنا بطرح منتج جديد اللي هو شراب معزز بالفيتامينات فيتاليتي سي، هذا تم طرحه مؤخرا أيضا، بالإضافة إلى مشروبات رياضية مخصصة للفئة العمرية اللي هم الشباب سواء من أولاد أو بنات، بحيث أنه يساعدهم في إعادة الأملاح اللي يفقدوها خلال التمارين وتمدهم بالفيتامينات اللي يحتاجوها لممارسة الرياضة، سواء كان قبل أو خلال أو بعد ممارستهم للرياضة، وأطلقنا عليها اسم بلس. وهذه المنتجات كلها متوفرة في الأسواق، وإن شاء الله بإذن الله تعالى حنستمر في عملية طرح منتجات أخرى جديدة إن شاء الله بما يتناسب مع رغبات المستهلكين. لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بداية موفقة، العدد الناس والزوار ما شاء الله عدد كبير، وملاحظين ما شاء الله تبارك الله الخدمات كل ما لا بتتطور من أفضل لأحسن، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. في اليوم الأول إلى الآن نسبة الطلبات والعملاء اللي بنقابلهم تعتبر جدا عالية مقارنة بالسنوات السابقة، وإن شاء الله نتمنى أنه يستمر لنهاية المعرض إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنه إحنا خطتنا المستقبلية أنه إحنا إن شاء الله نكون واحدة من أكبر 3 علامات تجارية في صناعة العصائر والمنتجات الغذائية، ليس فقط على المنطقة الشرق الأوسط، ولكن نطلع إن شاء الله بإذن الله على المستوى العالمي بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله تعالى، ليش لا، إحنا بالعكس نتشرف إنه إحنا نكون موجودين، وأي شيء تسويه دولة الإمارات إحنا دولة في النهاية إحنا أشقاء، وأي شيء هم يسووه إحنا إن شاء الله نحب إنه إحنا نشارك فيه ونساعد في هذا الموضوع، لأنه نجاحهم من نجاحنا، وإن شاء الله بإذن الله تعالى حنكون إن شاء الله بإذن الله متواجدين إن شاء الله في الإكسبو.